السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الأول مرة يشوف القناة ياريت يعمل لايك واشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. النهاردة ان شاء الله فيديو الأنس وأصالة البيبي الجديد. ربنا يا رب يخليه لهم ويبارك لهم فيه. روشي ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا رب يرزق كله مشتاق يا رب. النهارده هنشوف اللقاء بينه. اول مره يعني الاخت تشوف اخوها، فحبت اوريه لكم يعني وكده. روشي ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يرزق كله مشتاق يا رب. هنا كنت هقول بنت احمد حسن. اشوف نونو ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احلى حاجه في انس واساره ان هم على طول بيقولوا لو هي حامل في بنت بتقول، لو حامل في ولد بيقول، مش بيعملوا حركات اليوتيوب دي. يلا نشوف المره الجايه، اللي عايز يعمل لايك واحنا هنقول اعملوا كومنتات والكلام ده، لا ما بتعملوش. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. ان شاء الله. انا اعرف ناس اول ما بيشوفوا اخواتهم النونو بيعطوهم الم، لما يكون بيبي صغير كده وهو برضو بيبي صغير بتقوم عطي الم كده لاخوها. اول لقاء احكوا لنا على المواقف لما يكون الاخ او الاخت بيقابل اخوه اول مره. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.